تحية متجددة لكل مستمعينا في يوم سعيد على موجة أم الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. معكم نستقبل السيد العميد حسام الدين جبابلي الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، مع هو ناخذ آخر مستجدات غرق قرب الهجرة غير النظامية اللي صار البارح قبالة سواحل جربة. مرحبا بك سيد العميد، نهارك طيب. صباح النور وسرور لكافة السادة المستمعين والمستمعات ولكافة الفريق العمل اللي معكم. شكرا لكم، من خلالك انت تحية لكل الأعوان اللي على قدم وساق البارح نهار كامل لإنقاذ بعض الناجين من الغرق متاع القارب هذية، ثم مواصلة العملية اليوم من عندك انت ناخذ تفاصيل ومستجدات. إن شاء الله يا ربي ينجموا ينجوا أكبر عدد. قديش القارب فيه من واحد ساعة حسب التقديرات؟ حسب التقديرات مازالت متضاربة أول حاليا الأقوال، اللي خاطر العملية الإبحار كخلصة كانت في الليل وكانت مجموعات من مختلف ولايات الجمهورية، دونك ما كانوش يعرفوا بعضهم، لهذاك علاش ثم تضارب في الأقوال. لكن احنا مواصلة العمل بالليل والنهار من البارح تقريبا، بهنا في الليل مخر وقفت عملية البحث على المفقودين، لكن توصل عملية الانتشار على الساحل، واليوم استأنفت عملية البحث على المفقودين بالتنسيق مع الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إضافة إلى الطائرة المروحية اللي ساندت البارح المجهود البحث عن المفقودين، وكذلك اليوم استأنفت النشاط نتاعها. ليصبح العدد الجملي كل الناجين 31 شخص، والجثث أصبحت 15 جثة بما فيهم 3 رضع، واللي تم تقسيمهم على المستشفيات بمدنين وتطاوين وجرجيس. كلهم توانسة سيد العميد؟ كلهم توانسة، ثم زوز أجانب، واحد من بين الناجين والآخر من بين الجثث. وتم التعرف على الجثث من قبل أهالي ولا فما جثث؟ هو ثم تنسيق مع النيابة العمومية في هذا الشأن، تعرف أنت تم تحويلهم على مختلف المستشفيات، وبطبيعة ثم عملية تعرف صارت من طرف الأهالي، وثم إجراءات بطبيعة الحال تتبع في خصوص عملية تسليم الجثث للأهالي وعملية الدفن. نعم، هو كانت الحادثة الغرق كان على بعد تقريبا 500 متر من سواحل، ما كانش يبعد برشا على سواحل جربة، إلا أنه تعرف أنت طبيعة الطقس خاصة في شهري سبتمبر وأكتوبر يتميز بالتقلبات، اللي تول النشرات الجوية البحرية جينا تقريبا في بالخمسة وستة وسبعة مرات اللي فيها العديد من التقلبات الجوية، يبدأ البحر الصباح تياب أو يبدأ في العشية تياب ثم يتقلب البحر، وبالتالي ثم الإشكاليات اللي صارت كما رينا آخرها الحادثة، اللي ربي يرحمهم إن شاء الله اللي توفيوا، والمجهود مازال متواصل روعة البحث على بقية المفقودين، وثم بحث جاري بطبيعة الحال كما قلت فرقة الإرشاد البحري بجربة مع التنسيق مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية في خصوص الوضعية وفي خصوص بقية التحريات اللي تتبع الحادثة هذه اللي تنجموا فوديكم فيها إن شاء الله ما في القريب العاجل. هي جربة عمرها كانت معناها نقطة متاع مرور للحراقة، اللي يحبوا يهجروا نعرفوا اللي فما سواحل أخرى، فالحادثة هذه حسب تقديراتكم أنتم قلت اللي سبب قد يكون التغيرات الجوية حالة البحر، هل أنه من المرجح أن يكون العدد متاع الموجودين على المركب عدد كبير فاق طاقة استيعاب المركب؟ هل أنه ينجم يكون بفعل فاعل؟ لا ما زالت هذه كله راه في نطاق بحث فعل فاعل او غيرها، لكن المؤكد اللي كونه عمليه الابحار خلصت راه ديما تصير فوق طاقه استيعاب المجموعه اللي قاعده تقوم بعمليه الاجتياز الحدود البحريه خلصت، وهذايا معناها عارفين ونحن من خلال متابعتنا لجميع الأحداث خاصة في هذا المجال. هو أعلى هرم للسلطة رئيس الجمهورية كان أكد البارح على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لكل أنواع الجرائم، وخاصة أكد على الهجرة غير النظامية وأعطى زادة تعليمات لمواصلة البحث في الموضوع هذية. هل أنه حسب تقديركم سيد العميد اللي يعرفوا يعوموا ينجموا ينجاوا ونجموا نلقاو ناجين أخرين؟ شوف احنا بالنسبه لنا مواصله العمل بالليل والنهار بعد وحداتنا موجوده ومنتشره تستعمل في التقنيات الحديثه كما الرادار الالي، وغواصين من سواء كما الحمايه المدنيه وحتى غواصين من مركز الغوص الخاص، وقاعدين العمل نتاعنا متواصل الى حين كون التحريات تثبت كون ثم العدد اللي كان موجود على
القارب البحري، وهذا هو معناها العمل نتاعنا نحن متواصل. هذا ما نشكوش فيه. المواطن كيفاش ينجم يعاون المواطن في جربة؟ شوف احنا راهو بالنسبه لنا ديما في كل حتى بلاغات الاداره العامه للحرس الوطني ديما سما دعوه للمواطنين للتعاون والابلاغ على كل من تسول له نفسه كونه باش يعبث او باش يتاجر بالارواح او باش يتاجر بالاشخاص او باش يكذب على العباد ويتحايل عليهم وياخذ لهم فلوسهم ثم فهمتني يسيبهم في البحر ويمشي. واحد المضى بين المواطنين تتعاون من خلال الابلاغ سورتو سواء على الارقام المعروفه الخضراء 193 حرس الوطني 197 الامن الوطني او على 71 860 135 اللي هو رقم استمرار عمليه اداره الابحاث والتفتيش في العوينه، او يتصل برقم وزاره الداخليه او باي مقر امني باش يعلم على اي معلومه تنجم تفيد في هذا الموضوع او في غيره. نعود نذكروا اللي من الناجين فيهم شكون قال اللي كانوا يقيموا في شقق مفروشه تقريبا سعر الشقه يبلغ 1200 دينار في الاسبوع الواحد 1,200,000، واكيد البحث جاري خاصه لايقاف المتسبب في الكارثه هذه، الناس اللي سكنتهم والناس اللي خذت من عندهم الفلوس مش تحرقهم والناس اللي تكون ديما هي السبب في مثل هذه الكوارث في بلادنا، ان شاء الله ما عادش تتعاود. تفضل سيد العميد. على خاطر اللي فما بحث جاري في الموضوع باعتبار اللي كونوا اكيد ثم من باعتبار اللي هما من مختلف ولايات الجمهوريه سواء كانت حتى من مدن ساحليه، واكيد في كل عمليه اجتياز الحدود البحريه خلصه ثم من يأوي وثم من يتوسط ويتدبر، وبالتالي هذا يدخل في البحث اللي متعهده به الفرقه متعهده بالبحث. شكرا لكم، ان شاء الله بالتوفيق لكم. يعطيك الصحه سيد العميد حسام الدين جبابلي الناطق باسم الاداره العامه للحرس الوطني في اخر المستجدات المتعلقه بغرق قارب الهجره غير النظاميه اللي صار البارح قباله سواحل جربه. وما كانش عندي مشكل اللي لنا نعيش منو لي انا لنا نحب نعيش من الناس اللي نحبها ديما قرب لي والله ما خسرت.